فرحته مديا كده اتمدد ابو سلعتي لما صدت بيتي. الهدف الرئيسي من المشروع هو عودة النازحين إلى أراضيهم. كلنا نعلم ما هي الفظائع التي تسببت بهجرة الملايين من العراقيين خارج بيوتهم ومنازلهم وأراضيهم. العمرو بيتي هاي الغرفة كانت مفطرة كل اللي تعملوها، وهاي غرفة اللخم كانت مفطرة عملوها، وهم شيء هاي البنقلة عملوا لي. البنقلة كانت هاي كلها رايحة من الشظايا ما شظايا هاي عملوها. وصبغوا لي البيت، محجر عندي نقصون يكملوا لي هو. طبعا ان مدينة الموصل وغيرها من المدن العراقية فيها الكثير من المواقع الأثرية، ونحن نأخذ بعين الاعتبار هذا بالتعاون مع منظمة اليونسكو لكي نعيد الطابع الأثري إلى المنازل التي نعيد ترميمها بالتعاون مع الأهالي وبالتعاون مع السلطات المحلية. لقد قام هذا المشروع في إطار دعم تأهيل المنازل بتأهيل أكثر من 27 ألف منزل في 4 محافظات: نينوى، صلاح الدين، الأنبار، المناطق التي كانت محتلة. قامت كثير من المنظمات ومن ضمن منظمة UNDP بالدور الكبير لرفع الأنقاض وعملية إعمار البيوت، مما أدى إلى رجوع المواطنين بالعمل اللي قامت به منظمة UNDP بهذا الإنجاز الكبير. جينا هوني ما أبكي أبكي فقط، بس أصل بيتي أغشى على البيوت، أغشى على الشارع مهجومي، أبكي فقط بس أريد القط بيتي أفوته.